كنيسة بلا شباب، يعني كنيسة بلا مستقبل. دي كانت أحد أشهر مقولات المناهج البابا جون لاتان عن الشباب وعن خدمة الشباب وتأثير وجود الشباب في مستقبل الكنيسة. النهارده في الاحتفالية 13 أو بين الجلال الاجتماع 13 ساعتها شرفنا إن إحنا نرفع بوز الأمير عبود اللي هو في غرفة الشباب. ومؤسس أسرة البابا سانتوس في كامبين وكنيسة الأندلسية الإسماعيلية. حابين نسأل أختك شوية أسئلة كده ونبدأ بتاريخ كتاب الحياة الموسم، وهو يوم 4/15/2008 يوم افتتاح الاجتماع. حابين نعرف يوم أغسطس الموسم إيه وأجواء الافتتاح، يعني الاجتماع كان إيه وأجواء ما قبل افتتاح الاجتماع، وإزاي ربنا كانت ساندا أختك وساندا قدام ساعتها عشان تبدأوا تخدموا المسلمين. هو انا بصراحه يعني اليوم ده انا يعني مسرور دلوقتي وانا قاعد معاهم لانه كان امبارح. يعني هو يوم جميل جدا وكان بالنسبه لي زي تاني. يعني انا فاكر قدر ما كنت في الكاتوليكيه، طبعا قعدت 4 سنين في الكاتوليكيه، فكنت بشوف قدامي هناك الاسر الجامعيه بتاعت الكليات كانوا بيجوا وأحيانا كانوا بياخدوا المجردات بتاعت الكلية اللي احنا المجردات بنشتغل فيها بالنهار، وبعد كده كانت الخطابية، فكانوا بينجزوا المجردات ويعملوا فيها اجتماعات ونشاط بتاعتهم. فكنت أأمل باستمرار إن أنا أشوف ده بجسدي. وكانت الفكرة بدأت من هنا. وبعدين لما رجعت مع مجموعة من الشباب طلبت الفكرة ولقيت شيء من الحماس، وبدأنا ناخد الموضوع بجدية إن إحنا يبقى عندنا في الكنيسة اجتماع خاص للجامعيين شباب جامعة. فهو كان يوم جميل جدا، اليوم كل محبة كل فرح في بهجة في أمل. ناس كان عندها حماس شديد جدا جدا. يعني أنا جيت في الفرح المجموعة اللي بدأت معايا اجتماع، وأنا فاكرهم واحد واحد باسم الكلية منهم اللي ما زال موجود معانا النهارده خالص في الحياة، منهم اللي انشغل في شغل، ومنهم اللي سافر بره إسماعيلية، ومنهم اللي سافر بره مصر، لكن أنا فاكرهم كويس جدا وفاكر الحماس اللي كان عندهم. وأنا يعني إذا كان النهارده الاجتماع ما زال موجود فأنا بدعوهم بالفضل، يعني إن هم الشباب اللي بدأ معايا في الاجتماع وحطوا الأساس بتاع الأسرة الكبرى أساس في الجامعة. حابين برضه نسأل أختك سؤال تاني، إشمعنى هو أصلاً أختك والقدام ساعتها اللي بدأوا في الاجتماع، ليه اخترتوا إن هو أساس نفسه تحديداً يكون شخصية الاجتماع؟ برضه أنا يعني في الفترة اللي بعتها في القاهرة في الفترية التدريجية طبعاً كان في هناك موجود مزار القديس بابا أثناسيوس، و أنا بشوف أثناسيوس يعني بتعجبني في حاجات كتيرة جدا. وأول قعدة قعدناها عشان نتفق مع بعض مع قدام اللي بدأوا الاجتماع على اسم الاجتماع، طلعت أسماء كتيرة، وبعدين أنا بصدفة قرأت اسم بابا أثناسيوس، فاتفاجئت إني لقيت إعجاب كل الموجودين وموافقتهم، وبدأنا اسم الاجتماع او اسم الاسره اسم البابا اثناسيوس في الجامعه. البابا اثناسيوس انا بحس ان هو من القديسين اللي ممكن يتحطوا نموذج للشباب بتاع الجامعه. يعني زي ما تحط مثلا انا ببص على اسم النموذج للشباب في الدوبه، او بنحط انا بنطونيوس نموذج للشباب الناس اللي بيحبوا يعيشوا حياة الغريبة وحياة الربانة. فالبابا أثناسيوس أنا بشوف إن هو نموذج جميل لشباب الجامعة، لأن طبعا الجامعة يعني ثقافة، يعني معرفة، يعني علم. بابا أثناسيوس كان بيتميز في هذه الأمور. بابا أثناسيوس زي ما احنا عارفين هو ولد من أب وثني، وهو
كنت قريت وراه في اسكندريه بيلعب مع مجموعه من الكبار وكانوا بيمثلوا سر المعموديه، شافوا بقى الاسكندروس وتفناه وبدا يهتم بيه، ودرس بابا اثناسيوس في مدرسه الامبراطوريه او مدرسه الاسكندريه الامبراطوريه، وكان مميز جدا 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 في الدراسه بتاعته. ف نلاقي ان لما راح بابا اثناسيوس مات معمول كده، يعني مش امر سهل خالص ان يكون شماس في سن اثناسيوس في العشرينات من عمره بيقرا مجمع مسكوني بإنقاذ الدكتورية و18 أسقف مبكرة على مستوى العالم، وكلهم ناس شيوخ كبار في السن، وحاضر المجمع الإمبراطور نفسه، ولكن القديس أثناسيوس هو ليس شماس، كان عنده من الشجاعة إنه يقف قدام قاريوس ويجاهد بلد إن هو لا إعجاب كل اللي في المجمع. طبعا الموسى كبير جدا بالنسبه لاي واحد مش غير جامعه، موسى اللي هو كان في سننا تقريبا في سن العشرينات، ان نتعلم من الشخصيه دي تبقى قدامنا باستمرار، نتعلم منها يبقى عندنا باستمرار حب المعرفه، عندنا باستمرار الثقافه. الامر الثاني اللي بابا اثناسيوس ما كانش بس عنده موضوع المعرفه، لا ده كمان كان عنده ناحيه روحيه كبيره جدا، اللي هو كان شبعان روحيا. لما راح قعد مع أنطونيوس 3 سنين واستمر يتلمذ على يد أنطونيوس، هو اللي كتب لنا سيرة أنطونيوس. اللي كتب سيرة أنطونيوس أول ما كتب حياة أنطونيوس كان هو بابا أثناسيوس، والكتاب بتاعه مترجم النهارده بلغات كتيرة جدا في العالم. فأنا كنت بحس إن بابا أثناسيوس شخصية مميزة جدا 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 وقريبة من سن الشباب، هو ظهر هو في السن بتاعنا شباب سن العشرينات، وظهر يعني بتميز كبير جدا. فنموذج ممكن احنا كشباب نحطه قدامنا في ان يبقى هدف عند كل واحد فينا في يوم من الايام يبقى زي بابا، عنده عمق الدراسه العلوم الكنسيه العقيدة والكتاب المقدس والتاريخ والطقس، عنده عمق في الروحيات بتاعته زي بابا اثناسيوس، غير ان هو شخصية يعني ذكية جدا، ان هو كان عنده من الذكاء اللي يخليه يفهم ان هو ينمي الشخصية دي. فده بيتمنى ان احنا نختار بابا اثناسيوس كشجيع للأسرة بتاعتنا. طبعا شجعت بابا اثناسيوس تكون معانا ومع اجتماع كل الشباب. برضه في سؤال برضه حاطين سؤال لحضرتك، تقريبا دوت اول اجتماع يتعمل في اوجيه اسماعيليه باسم اجتماع جامعيين او خدمه جامعيين، لان ساعتها معظم الاجتماعات كانت باسم اجتماعات الشباب. حضرتك كنت شايف وقتها اجتماعات الشباب مفتقده ليه عشان يكون في حاجه لتاسيس خدمه او اسره باسم بابا اثناسيوس جامعي؟ شوفوا شباب، انا اصلا وقتها وقت ما انا كنت بدات سن جامعه، ان كانت يعني في مشكله موجوده في اجتماعات الشباب. طبعا سن ثانوي بينقسم اتجاهين، في التعليم المتوسط في المتوسط وفي الثانوي العام. غالبا بيخلص تعليم متوسط بمجرد ما خلص مرحلة ثانوي سوق العمل سواء بالنسبة للولاد بياخدوا بيبقى مشغول بشكل كبير جدا، بالكاد يعرف ان هو يجي الكنيسة يقرا القداس بتاعه ويواظب على الاعتراف مع الكعبة. بالنسبة للبنات غالبا برضه يعني الحياة الزوجية بتاخدهم مش بيبقى عندهم الفرصة ان هم يقراوا اجتماعات كتير في الكنيسة. وكان اغلب اللي بيقراوا في اجتماعات الشباب في الوقت ده خريجين وبرضه السن، فكان في فجوه كبيره ما بين الشباب اللي في سن جامعه وما بين اللي بيقراوا في الجامعه.
حتى لو كان مخصوص الشباب كانوا تمام يقرروا ان الكنيسه بين الشباب هي كنيسه بين المصطلح. وكنا عارفين ان يبقى في حاجه خاصه بالمرحله العمريه دي ومهمه. ففكرنا وقتها ان يكون في اجتماع خاص بجماليين في الكنيسه عندنا. تمام برضه انا لسه خالص برضه وحابين برضه نعرف حاليا بقى اجتماعات الشباب او اجتماعات الكاتبين مفتقده ليه الوقت الحالي؟ شوفوا انا اذكر ان اجتماعات الشباب وقت ما احنا بدانا كان تفتقر لروح الشباب. يعني كان قدام كتير بيكون فيها قلوب كلها فاضي بس هم كبار في السن. فكانت تفتقر لروح الشباب. النهارده اجتماعات الشباب فيها روح الشباب بس تفتقر للعمق اللي كان موجود في اجتماعات الشباب زمان. يعني زمان ما كانش فيه روح شباب بس كان فيه عمق. عمق في الصلاة، في الاجتماع، عمق في التلاميذ، عمق في الكلمة، عمق في دراسة الكتاب المقدس. النهارده بقى فيه روح شباب، في أنشطة جميلة جدا بتعملوها في الاجتماعات لكن بتفتقر للعمق، فيها شيء من السطحيه. دي مشكله النهارده بتواجه الشباب بشكل عام سواء جوه الكنيسه او بره الكنيسه. ان بقى الموضوع سطحي. اذكر ان زمان قبل انتشار الانترنت كان عشان اي حد يجيب معلومه لازم يجيب مجموعه كتب يقطع منها يقعد يقرا عشان يطلع المعلومه اللي هو عايزها. فكان عدد ما يوصل للمعلومه اللي هو عايزها بيبقى قابل السكه بمعلومات كتيره جدا على ما وصل المعلومه اللي هو عايزها. النهارده بقى بسهوله بعمل سيرش لطلع المعلومه اللي انا عايزها. خلاص؟ ما بقاش في عمق اللي كان موجود زمان. لازم الانسان يرجع ان يبقى في اجتماع شباب في روح الشباب وفي نفس الوقت في عمق. عمق في الميكرة الروحية، عمق في النواهي في الكلمة وفي العقيدة في الكتاب المقدس في الطقس. يبقى عندنا عمق استمرار في اجتماع الشباب. طب وأستاذ شايف في أي ظروف تانية كانت موجودة ما بين شباب جامعة حاليا وشباب جامعة 13 سنة وقت في سيرتنا؟ الجروب بسيطة يعني هم شباب يعني حماس وعنوان الشباب يعني هي مرحلة عمرية أكيد طبعا الظروف البيئية بتأثر فيها من وقت للتاني. وما ننكرش إن شباب ما قبل الثورة غير شباب ما بعد الثورة. يعني شباب ما بعد الثورة عندهم شيء من يعني الجرأة شوية والحرية شوية لكن الشباب هم الشباب برضه الوقت يعني السمات الأساسية مواجهة هي ما اتغيرتش. في بعض السمات كانت موجودة زمان الشباب في بيوت كانوا نحلة شوية كان عندهم وقار شوية عندهم تاني طعمهم شوية كتير لكن النهارده رتم الحياة السريع بقى مخلي الحياة الصحية شوية وحشة. تمام عاملين برضه نعرف الفيلم اللي هو سانتوس بالمثل اللي هو سيرجيه لأن هو هي تقريبا أول خدمة بوسة في مسكها بعد كده. طبعا هي خدمة زي أي خدمة يعني ممكن تغيرها زيها زي هي كلمة بس أنا ما أفتكرش إن هي ليها معزة خاصة لأنها يعني ممكن تقول كده في البيت يعني في الفيلم. فهي ليها معزة خاصة بس طبعا هي كلمة زي هي لأن خدمات الكنيسة أنا برضه بعرفها وفرحان إن أنا فيها. وعايز أقول لكم إني يعني بعد 13 سنة وأنا برضه في المرحلة دي أنا بقول إن أنا استفدت منها أكثر من كده. يعني انا اتعلمت من شباب جامعه اللي غلبتهم خلال 13 سنه
أكثر من أنا معلمكم. طبعا استمتعنا كتير جدا باللقاء بأنسة، فحابين أنسة تبدأ باللقاء دوت بجزمة على الشباب وأخناتوس أو نصيحة ليهم حياة. النصيحة الشباب هي العمر. العمر بكل شيء. أنا عندكم عمر بكل شيء. كنا بعد ذلك في حياتي. أعرف شيء عن كل شيء. وأعرف كل شيء عن شيء. أعرف شيء عن كل شيء. وأعرف كل شيء عن شيء. هل تعرف يعني أعرف شيء عن كل حاجة في الدنيا. أعرف شيء عن كل حاجة في الكنيسة، كل علم الكنيسة. وأعرف كل شيء عن شيء. طبعا حاجات اللي بتحبها اعرف كل حاجه عنها. حته الكتاب المقدس اعرف كل حاجه عنها. بتحب طقس الكنيسه اعرف كل حاجه عن طقس الكنيسه. بتحب النواحي العلميه اعرف تقرا عنها. النهارده ما بقاش في حته الكتاب النهارده بيني وملك بيان. محتاجين نرجع نقرا. نرجع نمسك الكنيسه تاني. زي ما قلنا كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل. وأقدر أقول برضه إن شباب بلا كنيسة شباب بلا مستقبل. شباب بلا كنيسة شباب بلا مستقبل. الكنيسة في حياتنا هي عبارة عن الليتورجية. الليتورجية اللي هي القداس، التسبيحة، العشية، الأعراف. لازم نتعمق في الحاجات دي على قد ما نقدر. ربنا ما يحفظكم دايما. حابين نشكر الاستاذ مولى عبود على احنا وصلنا النهارده، وان شاء الله كده السنه الجايه لوحدها، وان شاء الله باذن الله اللقاء دوت يبقى ذكرى حلوه كمان 14 سنه، وربنا يديم تناولك ويديم تناولك للشباب الوزن.